مرحبا بكم. نرى القوى الخارقة فقط في الأفلام والقصص المصورة، أليس كذلك؟ في حين أن معظمنا مجرد بشر ليس لديهم قوة خارقة وبشرة خضراء أو عيون تطلق الصاعقة. هنالك بعض البشر الموهوبين الذين يختبئون بيننا بفضل بعض القدرات الغريبة وأحيانا الخارقة للطبيعة. يمكن لهؤلاء المتحولون السحريون أن يحيرونا بمواهبهم الفريدة. فهل هو تطور جيني؟ أم التعرض للنفايات المشعة؟ مهما كان الأمر، فإن الأبطال الخارقين موجودون هنا. فهل أنت مستعد لمقابلة البشر الخارقين الذين يعيشون بيننا؟ دعونا نبدأ. لكن قبل ذلك، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. اعتبار التشيف. بالنظر إلى الوقت الكافي، كان لابد أن يكون هنالك شخص قريب من الانهيار النووي. في تشيرنوبيل أظهر قدرة هائلة قابل اعتبار التشيف من جورجيا. وظيفته اليومية هي تدريب الملاكمين الطموحين، ولكن في أوقات فراغه يتدرب على تحطيم الرقم القياسي العالمي الخاص به. يتمتع هذا الرجل بقدرة فريدة على جذب المعادن إلى جسده. أطلق عليه اسم المغناطيس البشري، وهو قادر على حمل 53 ملعقة على صدره وظهره. كان حلمه الأول أن يصبح صاحب الرقم العالمي القياسي، لكنه الآن يضع نصب عينه شيئا أكبر. لقد سحب سيارة مرسيدس على طول الطريق ولوح معدني على ظهره. فمن يدري، في غضون بضعة عقود من الزمن مع بعض التدريب المكثف، قد نرى هذا الرجل يلوي ويتلاعب بالمعادن كما يشاء. ويم هوف. ادعى العديد من الناس أنهم قادرون على التحكم في درجات حرارة أجسامهم على مدار التاريخ، لكن القليل منهم وضعوا تحت الاختبار للدرجة التي قضاها ويم هوف. تسلق رجل الجليد جبل إيفرست وجبل كليمنجارو حافي القدمين مع سروال قصير ليتمكن من تسجيل رقم قياسي جديد. في الواقع يمتلك أكثر من 20 رقما قياسيا عالميا. للبقاء على قيد الحياة في ظروف من شأنها أن تثبت أنها باردة وقاتلة للبشر الآخرين، باستخدام أسلوب التأمل التباتي الزمني، يستطيع هوف إيقاف النشاط في ذهنه وإعادة توجيه طاقته إلى الحفاظ على حرارة جسمه ثابتة. تعمل هذه القدرة أيضا مع الحرارة الشديدة، حيث قام بشكل لا يصدق بإكمال ماراثون كامل في صحراء نامبيا دون طعام أو ماء أو تغيير في درجة حرارته الأساسية. وهذا دليل على أن قوة العقل والجسد أبعد من الفهم العلمي. كيفن ريتشاردسون. يمكن للدكتور دوليتي التحدث مع الحيوانات. نشأ طرزان في الغابة بواسطة القردة، وهل من المبالغ الاعتقاد بإمكانية وجود شخص كهذا في العصر الحديث؟ يعتبر كيفن ريتشاردسون من جنوب إفريقيا دليلا على أن بعض الناس لديهم تقارب طبيعي لفهم الحيوانات والتواصل معها. هذا الرجل هو ملك النمور الحقيقي، وهو ضد تربية الأشبال في الأسر فقط ليربط عليها السياح. ريتشاردسون هو الهامس الحقيقي للأسد، وقد تم قبوله من قبل فخر الأسود البرية في محمية دينو كينغ جيم في بريتوريا. يتدحرج على الأرض ويتصارع مع رفاقه من الأسود، وينضم إليهم في جلسة زئير جيدة واقفا على أطرافه الأربعة. لديه زوجة وعائلة، لكن بمجرد أن تطأ قدمه حشائش السافانا يصبح واحدا منهم. دين كارنيز. تخيل لو كان بإمكانك الركض إلى الأبد. يمكن لرجل واحد أن يفعل ذلك، دين كارنازيس. لقد ركض 50 ماراثونا في 50 يوم، وأكمل رحلة طولها 53 ميلا في 80 ساعة و44 دقيقة دون الحاجة إلى التوقف أو النوم أو الراحة. حتى أنه شارك في سباق ماراثون في القطب الجنوبي في درجات حرارة سالب 13 فرنهايت. بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن حمض اللاكتيك مسؤول عن وجع العضلات وضيقها والشعور بثقل الساقين مثل الرصاص بعد جلسة طويلة من التدريب. يتم إنتاجه كمنتج ثانوي لتحويل سكر الدم إلى طاقة. تشير التشنجات والتعب إلى الدماغ أنه حان الوقت للتوقف، لكن كارنازيس لا يتلقى هذه الإشارة أبدا، مما يمنحه القدرة على الجري إلى أجل غير مسمى تقريبا.
بسبب قدرة جسمه نادرة للغاية على تصفية حمض اللاكتيك بسرعة من عضلاته. جيمي كيتون. يعرف جيمي كيتون باسم شافت الأكواب البشري لسبب غريب. تحول حالة الجلد غير القابلة للتشخيص مسامه إلى شيء يشبه إلى حد بعيد خصائص المصات على ساق الأخطبوط. يمكنه لصق العلب والزجاجات وحتى الأشياء العشوائية مثل الهواتف الذكية ومفاتيح المنزل على رأسه وجسمه. بعد أن حلق رأسه في أحد أيام الصيف الحار، عثر على هذه القوة الخارقة الغريبة عن طريق صدفة بعد فرك علبة صودا على رأسه لمحاولة الاسترخاء من شمس الظهيرة. لقد حقق مهنة بدوام كامل من خلال الترفيه عن الناس، حيث كانت شركة المشروبات تدفع له مقابل سكب المشروبات من الزجاجات العالقة في رأسه. يتوقف المشاهير لالتقاط صور سعيدة معه طوال الوقت، وفي إحدى أحداث ناسكار التقط 80,000 صورة مذهلة مع المعجبين. تروي جيمس. تروي جيمس ليس بهلوانيا عاديا، فهنالك عدد قليل من الناس على وجه الأرض أكثر رعبا من هذا الرجل، والذي ينهض من كومة حية من الأطراف المتكدسة فقط ليركض ويقفز نحوك مثل مخلوق ما من أسوأ كوابيسك. يمتلك جيمس الوصلة المزدوجة ومرن للغاية، قادر على إجبار جسده وتحويله إلى أوضاع غير طبيعية. إنه أمر مرعب أكثر، حيث يخضع تصرف جسده وسلوكه بالكامل لتحول هائل. لقد خدمه وضعه الفريد من نوعه بشكل جيد في أدوار مختلفة في مسلسلات وأفلام الخيال العلمي والرعب، كما شارك في جود تالنت الأسترالية وخطف أحد الحكام الذي سبب له بنوبة الصراخ بينما كان جيمس يزحف فوق جسده كالعنكبوت. جيريمي كوك. هو مطلق النار المحترف والذي يشبه إلى حد كبير داد شوت، والذي فاز بالعديد من الألقاب الوطنية وحطم العديد من الأرقام القياسية العالمية. يمكنه تدوير المطرقة بسرعة تفوق سرعة العين البشرية. يمكن القول أن مهارته في استخدام المسدس لا مثيل لها من قبل أي شخص عاش على الإطلاق. يستغرق الأمر ما يزيد قليلا عن نصف ثانية حتى يصيب الهدف بخمس طلقات، ثانية واحدة بثماني طلقات، ثلاثة ثوان من ست طلقات وإعادة تحميل وست طلقات أخرى. تبدو اللقطة وكأنها مزيفة أو مفبركة، وتعطي معنى جديد لعبارة اليد أسرع من العين. أسكيل رونينجيس باكين. لا تعد الأفعال البارزة شيئا جديدا، حيث أظهر فناني الأداء سيطرتهم وتوازنهم لعدة قرون، ولكن ما يستطيع أسكيل القيام به هو لعبة مختلفة تماما، وقد تجاوزت ما شاهدته في قمة السيرك الكبير. ربما يتمتع النرويجي بأفضل إحساس بالتوازن في العالم، لكنه يرى في مظاهراته فنان وليس مجرد أعمال مثيرة. يجب رؤية بعض مثائره البارزة حتى يتم تصديقها، مثل التوازن على مكعب ثلج واحد قياسه 2 قدم مربع، مدعوما على كل طرف بحبال معلقة على ارتفاع 1000 قدم فوق نهر جليدي، أو ركوب دراجة مقلوبة مستخدما يديه للدواسة عبر حبل مشدود بين منحدرين. على الرغم من أنه لا يمتلك الخوف، إلا أنه يتمتع بإحساس طبيعي بالحفاظ على الذات، وهي سمة مهمة عندما تعيش حياة على الحافة. هوينغ هوي. أحيانا يكون الأمر متعلقا بالذهن على المادة. بالنسبة لهوينغ هوي، تدرب مدى الحياة على فنون القتال في كي كونغ، محاذاة لجسده وأنفاسه وعقله، ومنحه إصبعا قويا ومرنا بشكل جنوني. هذا الرجل قادر على لكم إصبعه من خلال جوز الهند الأخضر وسكب العصير مباشرة في بينا كولادا. يتمتع هوي بمكان دائم في شوارع ماليزيا، حيث يقدم عروضه للسياح، مازحا أن إصبعه يوفر لقمة العيش لعائلته. لقد كسر باستمرار الرقم القياسي العالمي الخاص به في جينيس، ويمكنه حاليا اختراق ثمار جوز الهند خلال 12 ثانية. فقط تخيل ما يمكن أن يفعله هذا الأصبع الشائع بجمجمة بشرية. فقط تخيل ماذا يمكن أن يفعله هذا الأصبع الشائك بجمجمة بشرية. فقد يفرقعها مثل بالون الماء. ستيج سيفرنسن. كائن بشري أو حيوان ثدي البحر المائي، اكتسب ستينغ أكثر من لقبه
باعتباره الرجل الذي لا يتنفس باستخدام حالة زين للتحكم في تنفسه تحت الماء. إنه قادر على قضاء 22 دقيقة مغمورة في وضع ثابت في الماء. لوضع هذا في المنظور الصحيح، يمكن للشخص العادي أن يحبس أنفاسه فقط لمدة تتراوح بين 30 ثانية ودقيقتين قبل أن يبدأ في امتصاص الماء ثم الغرق في النهاية، كما أنه يحمل الرقم القياسي لأطول سباحة في العالم تحت الماء، حيث قطع مسافة 500 قدم مذهلة تحت بحيرة متجمدة بدون جهاز تنفس، فقد زعنف وبدلة الغوص. لقد رفع القياسات إلى مستوى أعلى في اليوم التالي من خلال السباحة 250 قدم بسروال السباحة فقط. درس العلماء سيفرينسن مشيرين إلى أن سعة الرئة لديه تقارب 3 أضعاف. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل.